بسأل حضرتك، انا ست مطلقه وعندي بنت مطلقه من 13 سنه، وبنتي كان عندها سنه ونص. فانا دلوقتي بشتغل عند ناس ربنا كرمهم يعني وموسع عليهم، وبشتغل في خدمه البيوت. بس انا في كل سنه في رمضان ما بعرفش اصلي تراويح ولا اقرا في المصحف، وانا ببقى خارجه من رمضان حزينه جدا، ولا صليت ولا دعيت من كتر الخدمه. انا الوقت اللي انا باخده ارتاح يعني في شويه من خدمه الناس، ما بقدرش ان انا يعني يا دوب الفرد. فانا مش عارفه ربنا هيتقبل صيامي، او ممكن بقضي الصيام بعد رمضان متاخر. لا عفوا، انت تصومين في رمضان او تفطري؟ لا بصوم، بس طيب، قراءه القران والصلاه حتى الفرد لكن على برضه. كل، قراءة القرآن وصلاة التراويح نوافل، إن فعلتيها تثابي، إن لم تفعليها لا شيء عليك، لأن السائل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وبينها له 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل عليه غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. أما عن الإثم فلا إثم عليك، لأنك ما تركت واجبا، لكن عن تخلف الأجر احرصي على أن تصلي التراويح ولو في البيت، لأن النبي قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله